الحين ما هو متداول في الميديا وفي وسائل التواصل الاجتماعي أن الولاية الصحية المعنية في المرأة هو أن احنا نتحدث عن قدرة المرأة على التوقيع على المعاملات اللي خاصة في التعامل مع المستشفيات صحيح. والمراكز الصحية أو الطبية في الحصول على الرعاية. فالمرأة هنا هي المرأة مو بس هي الحاضنة لأبنائها، المرأة قد تكون فيها الأخت، قد تكون فيها الأم، قد تكون فيها العمة، قد تكون فيها الخالة. هناك أدوار اجتماعية تقوم فيها المرأة داخل الأسرة، وبالتالي هناك صارت فيه صعوبات في عملية توقيع المرأة في المعاملات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية. أثر على ذلك شنو الأثر اللي كان موجود؟ إن المريض أيا كان المريض سواء ولدها أو غير ولدها أنه غير قادر على الحصول على الرعاية الصحية المناسبة نتيجة وجود هذه النوعية من القرارات أو القوانين اللي تمنعها من التوقيع. فبالتالي أثارت العديد من المشكلات وصار فيها خلينا نقول ضحايا وصار فيها مشاكل، وأيضا أثارت المشاكل ما بين المجتمع وما بين القطاع الصحي في الدولة.